أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأفضل للإنسان عند تلاوته للقرآن أن يرفع صوته، أو تكون قراءته له سرية بحيث يحرك شفتيه بالقراءة فقط؟ هذا بحسب الأحوال، إن كان عنده من يتأذى بالجهر من نائم أو تال أو مذاكر فإنه لا يرفع صوته ويشوش على الآخرين. وبهذه المناسبة اللي يستخدمون مكبرات الصوت في المساجد بصفة تخرج عن المسجد وتشوش على المساجد الأخرى وعلى الجيران وعلى النائمين من الذين من المرضى ومن النساء الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة، هذه إساءة. والقرآن لا يؤذى به، هذا أذى للناس، فعليهم أن يتنبهوا لهذا الأمر. فالجهر والإصرار هذا بحسب حالة الإنسان، وإذا كان جهره أنشط له يجهر، وإذا كان إصراره أنشط له يسر. لكن لابد من النطق بالقرآن، ما يكفي إمرار القرآن في الذاكرة أو على القلب، لابد ينطق به ويسمع نفسه، لابد يسمع نفسه بالنطق بالقرآن. نعم.